يا صاحبي، جبت درجة وحشة قبل كده في الامتحان؟ بيزعقوا لك دايما في البيت؟ فكرت انك تخبي عليهم علشان خايف منهم؟ ولا على طول بتواجههم بالحقيقة مهما كان رد فعلهم؟ عايز تعرف الحل؟ اتفرج على الحلقة دي. في حاجات يا ما بتشنكل وكعبل كسل اقوم افضل مكاني كده متكعبل. انا بتشنكل طول السكة في حاجات يا ما بتشنكل وكعبل كسل اقوم وافضل مكاني كده متكعبل. بس خلاص مع فليكساوي من غير شكاوي هنكمل نتعلم ونتغير نكبر اكتر نتشكل. مش هنكبر مرة واحدة مع فليكساوي واحدة واحدة نعدي كل خطوة صعبة. مفيش حاجة صعبة. حبة حبة نكون فليكس كل يوم هنشوف حكاية نعيش جواها للنهاية. مع فليكساوي نبدأ بداية مظبوطة جدا وفليكس مع فليكساوي واحدة واحدة حبة حبة هتكون فليكس. مع فليكساوي عش التحدي يلا عدي خليك فليكس. فليكساوي خليك فليكس. يا فاشل ما تقوليش يا فاشل. في ايه مالكم مالكم في انا مش فاهم اي حاجة. عشان جاب درجة وحشة في الامتحان. ماما هتضربه هتضربك جامد. خلاص بقى ما تفكرنيش خلاص خلاص هتبنيني خلاص خلاص يا فاشل. ايه ده وفي ايه في ايه اللي هيتدرب جامد وايه فاشل دي مش فاهم اي حاجه منكم. ما انت مش عارف مش عارف انا خبيت الورقه ليه. عشان ماما بتضربني جامد وبخاف منها عشان كده انا كدبت. يا رب يا رب ما تضربنيش. اصل انت ما تعرفش ماما كل حاجه عندها زعيق 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 زعيق. ده حتى كمان ما بتعرفش تتكلم معانا كلمتين على بعض عشان كده احنا خايفين وما بنحكيلهاش اي حاجه. عشان انت مش عارف ان ماما على طول بعملها تزعق جامد قوي عشان كده احنا بنخاف منها وبنكذب عليها عشان بتضربنا كتير. وكمان انت مش فاهم من كتر الزعيق لما نيجي نذاكر يعني في جمله مثلا مش عارفها بقولها انا مش فاهم يا ماما تقوم رافع الشبشب عليا وتضربني بيه وانا اجري وتجري ورايا لحد ومره دخلت تحت السرير جابتني برضه. كل ده طنطي توتا بتعمله؟ واكتر كمان. لا ده انا على كده بقى اروح لطنطي توتا واتكلم معاها. يا ريت يا ريت صح انقذني من العلقه هتضرب. ما تخافش ما تخافش انا هروح اتكلم. شفتي زيزو عمل ايه؟ ايوه ما انا جايلك عشان زيزو. ده لو حضر له في عقاب او اكله حته علقه واحرمه النادي تختار انت؟ اختار ايه؟ ايه؟ هو اصلا حكالي على كل حاجة. ايه ده كد؟ حكالك على كل حاجة؟ حكالك على ايه؟ حكالي ان هو اصلا جاب درجة مش حلوة بس انا لما عرفت ليه انا بصراحة سكت. سكت؟ انت بتحرضه على الفشل؟ لا مش بحرضه على الفشل بس انا لما عرفت الموضوع بصراحة انا سكت. سكت ليه؟ ده كمان هقولك على حاجة. ايه؟ ده خبى الورقة كمان من زعيقك ومن خوفه لما انت بتزعقي له كتير هو بيخاف منك. فحط الورقه في الدولاب. ايه حط الورقه في الدولاب؟ ما حطهاش في الشنطه ليه؟ ايه انت بتهزري؟ انا بهزر ده هتتكل على الايتين كده. ما انا هقول لك على يعني بصي بصي يعني الاسلوب اللي انت بتعمليه دوت ده كمان برضو بيخوفني انا كمان. انت تقوله ده صدقيني زيزو وكوكي هما بيحبوك جدا بس مشكلتهم هو كدب. ليه؟ ليه؟ بسبب الزعيق الكتير. لما انت بتزعقي له كتير بتملي جواه خوف عشان كده هو خبى الورقه. انا فهمت دلوقتي. فهمتي؟ طب هقول لك على حاجه تاني. ايه؟ حاولي تقللي موضوع الزعيق وما تقوليش كل حاجه شيل حط اعمل كده الحاجات دي. عشان كده اقوله ذاكر ذاكر. بص الزعيق ده ايه هو ده اللي غلط. ممكن توطي صوتك كده قولي له مثلا يعني ادي مثل كده اكني انا زيزو وبتشرحي لي. اوكي يا زيزو ممكن تذاكر؟ اهو شفتي دي حلوه ازاي؟ زعيقك الكتير هو اللي بيخليه يخاف وكمان بيضطر يكذب بعديها. انا لما بزعق هو بيخاف ولما بيخاف بيكذب ولما بيكذب بيخبي الورقه في الدولاب وممكن في الشنطه وممكن تحت المخده. ولو عمل حاجه غلط بره البيت ما يجيش يقول لي كل دوت من زعيقي. ده على فكره ده تتليه كده بيعمل حاجات غلط كتير
واجيش يقول لي كل دوت تنزعقي. ايوه شفتي بقى انت تحاولي ايه بقى؟ اوطي صوتي. لما انت بقى توطي صوتك هتكون انتوا الاثنين صحاب وهيحكي لك كل حاجه حتى لو غلط او صح، وكمان هيبطل الخوف وهيبطل الكذب وهيكون انتوا صحاب على طول. ده انت انقذته. انقذته؟ انقذته من ايه؟ كان هيتاكل علقه بس خلاص مش هياكلها. تضرب انت مكانه؟ لا انا ما اضربش مكانه. هو ليه؟ مش صاحبك؟ ايوه صاحبي بس ما اضربش مكانه. ماشي خلاص. بتشنكل طول السكة في حاجات ياما بتشنكل، وكعب لكسل اقوم افضل مكاني كده متكعبل. انا بتشنكل طول السكة في حاجات ياما بتشنكل، وكعب لكسل اقوم وافضل مكاني كده متكعبل. بس خلاص مع فليكساوي من غير شكاوي هنكمل يوم. نتعلم ونتغير نكبر اكتر نتشكل. مش هنكبر مرة واحدة مع فليكساوي، واحدة واحدة نعدي كل خطوة صعبة. مفيش حاجة صعبة. حبة حبة نكون فليكس كل يوم، هنشوف حكاية نعيش جواها للنهاية. مع فليكساوي نبدأ بداية مظبوطة جدا وفليكس. مع فليكساوي واحدة واحدة حبة حبة هتكون فليكس. مع فليكساوي عش التحدي يلا عدي خليك فليكس. فليكساوي خليك فليكس.